وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الى دوله الامارات للمشاركه في فعاليات القمه العالميه للحكومات 2024. يتضمن جدول اعمال رئيس الوزراء خلال مشاركته في القمه مجموعه من المقابلات واللقاءات مع عدد من رؤساء المؤسسات التنمويه العالميه وحضور عدد من الحلقات النقاشيه حول موضوعات مختلفه فضلا عن القائه الكلمه الرئيسيه لاستعراض جهود الحكومه المصريه للنهوض بالقطاعات التنمويه المختلفه وتعزيز كفاءه البنية التحتية